اي انت ايها الحطاب، هل القلعة قريبة من هنا؟ أراك ضعيف البصر أيها الرجل. أعتذر يا سيدتي، فمرافقي هذا يعاني فعلا من ضعف البصر ولا يقصد الإساءة. في هذه الحال أراه لا يليق بك لا مرافقا ولا حتى حارسا. ترى هل سيفك حاد كلسانك؟ هل تحب أن تجربه؟ فرصة لا أفوتها. هيا إذن وسترى بنفسك. لازلت بحاجة إلى تدريب يا صغيرتي. لم أنتبه لما قلته أيها الفارس. لا شيء، حركة بارعة ولا شك. سيرافقك حارس حتى الوصول إلى القلعة. أهلا بك أيها الأمير. مسافة طويلة قطعت أيها الأمير. إن شرف الحضور بين أيديكم يا مولاي لا يقاس بالمسافات. أحسنت قولا أيها الأمير. إنما هي الحقيقة يا سيدي، وهي بعيدة كل البعد عن المجاملات. لقد أحسن أبوك تربيتك أيها الفارس، وإنها نعمة التربية. والآن أهلا بك ضيفا عزيزا مكرما في ديارنا أياما ثلاثة قبل أن نسألك سبب الزيارة، وإن كنا نتوقعها إنجاز التعبير. الأميرة شيترا ابنة مولانا الملك، ولية العهد وحامية حمى المملكة. التحية لمولانا الملك، وأهلا بضيوفه الكرام. هذا ضيفنا الأمير زاد يا ابنتي، وقد قطع مسافة طويلة لأمر يخصنا جميعا. أهلا بالأمير زاد. أهلا بك أيتها الأميرة الفارسة. إن سمعته كفارس شجاع قد سبقته إلى هنا. أرجو أن لا يكون قد بولغ بها أيتها الأميرة. أبدا، ولكن لكل فارس كبوة. يقولون لكل جواد كبوة. الجواد هو جزء من الفارس يا سيدي. كنت بصدد أن تقول شيئا ما أيها الأمير قبل دخول الأميرة شيترا، تابع أرجوك. لا شيء البتة أيها الحكيم، ربما لمناقشة تعزيز التجارة بين بلدينا. أستأذن بالانصراف. أهلا بك أيها الأمير. الأمير زاد ضيفا عزيزا في مملكتنا، جهزوا له مكانا يليق به في جناح الضيافة. أشكر لمولاي كرمه الزائد.
يبدو أن شيئا ما استجد مع الأمير. صدقت أيها الحكيم. ترى ماذا حصل يا شيترا؟ حسنا، لقد تقابلنا في الغابة وتبارزنا بالسيف. ماذا؟ تبارزتما بالسيف؟ هل سمعت أيها الحكيم؟ تبارزا بالسيف. هذا ما حصل. لا شك بأنك قد تغلبت علي. بإمكانك القول إننا تعادلنا. ها؟ تعادلنا؟ إذا عرفت السبب بطل العجب. ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ لقد أبلغتك عن سبب قدوم زاد وموعده. نعم، كان على وشك أن يطلب يدك للزواج يا ابنتي. ولكن لم أعرف أنه الخاطب المدلل، وكان أن تحداني. المسكين، لقد جاء الأمير خاطبا أميرة القلعة وليس لمبارزتها. وبعد؟ لنصبر ونرى ما سيؤول إليه قرار الأمير. وخلال هذه الأيام الثلاثة عليك بإصلاح ما أفسدته. يقولون إنها تعلمت الفروسية وربما القتال، ولكنها فارس بكل معنى الكلمة. ألهذا لم تتقدم بطلب يدها للزواج؟ أي زواج يا جاسر؟ وكيف لها أن تكون زوجة؟ إنها تصلح لقيادة الجيوش وخوض المعارك فقط. أحمد الله أنك تدركت الموضوع في اللحظة المناسبة. تفضل. مولاي الأمير زاد. ما في الأمر؟ مولاتي شيترا تبلغك انتظارها لك في حديقة القصر غدا صباحا. حسنا. يبدو أنها تخطط لمبارزة أخرى. إذا كان الأمر كذلك فسأعرف كيف أتعامل معها. إنك بارعة حقا يا شيترا، هل تسمحي أن أجرب حظي؟ أرينا ما لديك أيها الأمير. إنها مسألة خبرة يا شيترا، ولا أظنك خضت في المعارك ما خضته أنا. هل ترغبين بمزيد؟ كي نقوم بتدريب. أراك تستهين بقوتي أيها الأمير. ليس تماما، بل لنقل لا بأس بتبادل الخبرات. أراك فارسا لا يستهان به، وليس الأمير المدلل الذي سمعت عنه. لا، لا يمكن أن أعجب بها لمجرد شجاعتها وقتالها الشرس. ترى هل وقع التفاهم بينهما؟ يبدو ذلك يا مولاي.
أراهما في جلسة هادئة وجميلة. إنها ولا شك فتاة عاقلة، إضافة لفروسيتها. الأمر الذي أشكرك على إطرائك أيها الحكيم، ولكن ألا ترى معي أن شكلها وحتى طريقة نطقها لا تدل على أنوثة؟ إذا كان الأمر يتوقف هنا، فبإمكاننا تلافي ذلك ببعض التدريب على النطق وأسلوب المعاملة. وشكلها؟ هذا أبسط يا مولاي. مدبرة القصر تتولى أمر تزيينها وإظهار بعض أنوثتها. هل أثرت فضوله أم شيترا؟ أبي، هل في الأمر شيء؟ بس شيترا يا جدو هي اللي ما بدها تتمكياج. من يوم يومات بصلتك محظورة، ومشان هيك قوموا درسوا. درسنا. طيب قوموا اكتبوا وظائفكم. كتبناهم. طيب قوموا ساووا اللي بدكم ياه.